ياسمينة 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 لحقوا يوصلوا لي. الو ايوه ريسبشن، لو سمحت انا مراتي كانت في الاوضه، نزلت اشتري حاجه ورجعت ما لقيتهاش، ممكن لو سمحت تسال اذا كان حد شافها خارجه من الاوتيل ولا لا؟ من فضلك اسال ورد عليا بسرعه. انا مش حمل حركات الهاكر بتاعتك دي. بس صدق ان انت صعبت عليا للدرجه دي يا حياتي بتحبني؟ لا ما بحبكيش يا بيبي، هتشوف بقى انا بقى انا تعملي فيها كده؟ ها؟ ممكن افهم عملت كده ليه؟ كنت بمتحن حبك ليه؟ انت بتشكي فيا يا ياسمينة؟ يا سيدي اعتبرها لعبه من لعب الهاكر. انت ايه حكايه بقى؟ انا متجوز غجريه ولا جنيه ولا ايه بالظبط؟ انت متجوز حته دين جنيه هتجننت. طب خلي بالك بقى من نايم، عشان انا لعبه ولا لعبتين من دول ومش هتلاقيني خالص. لا يا حبيبي ما تتحججش. طيب عشان ما تحججش ما تيجي كده نجرب او حتى اطمن على نفسك. قدامك 37 يوم وهنسيك اسمك. هتنسيني؟ ما انا نسيت اسمي خلاص. طب غمض عينيك بقى عشان محضر لك مفاجاه. ايه هي؟ غمض عينيك اهو. استنى.